جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي متولي بعث يسأل ويقول: أعمل في مخزن مما يستوجب بقائي حفاظا على الموجودات، واضطر للصلاة في مقر عملي، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان الأمر يستدعي حضورك لحراسة المخزن فلك الرخصة في أن تصلي في مكان عملك، لأن المستحفظ على شيء لو ذهب عنه للصلاة خشيا أن يضيع هذا الشيء أو يسرق، هذا مما يسبب الرخصة للحارس أن يصلي في مكان عمله حفاظا على هذا العمل المستحفظ عليه. نعم.